صباح الخير أعزائي المتابعين، مفتاح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. هيقدمه لكم كريم مجدي اليوم 14 أغسطس 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن ذوق الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، تعادل القوى وتداولات محايدة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. الاثنين تقريبا نفس الأهمية والدور كملذات آمنة، ولكن حيلة الأسواق في اللجوء للملذات الآمنة أم اللجوء للأدوات المالية ذات المخاطر العالية، في ظل ايضا حاله الضبابيه الموجوده في الاسواق العالميه، سواء من تحفيز المطالب به او المطلوب للاقتصاد الامريكي من الكونجرس الامريكي، بالاضافه لطبعا الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه، انتشار فيروس كورونا، ارقام القياسيه اللي بتسجل على اغلب الدول على مستوى العالم. طبعا كل ده مؤثر بشكل كبير جدا 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 على حاله الاسواق، وشايفين النتيجه بتاعتها على الذوق الامريكي مقابل الين، ومحتاجين طبعا كسر النقط علشان تبدا الاسواق مره اخرى ترجع تتحرر وتتحرك في شكل واضح وتحركات واضحه زي ما كانت الفتره الماضيه. طيب، ما كانش عندنا امبارح بيانات اهم من شان هي تؤثر في الاسواق ولكن تستحق المتابعه، وهو معدلات الشكاوى من البطاله اللي جاب نتيجه افضل من المتوقع 963,000، كان المتوقع عليه 1,120,000، والاسبوع الماضي كان 1,191,000. النهارده في انتظار بيانين هامين، هم مبيعات التجزئه الاساسيه الشهري لشهر يوليو اللي متوقع عليه 1.3%، والشهر الماضي كان 7.3%. ايضا مبيعات التجزئه الشهري لشهر يوليو المتوقع عليه 1.9%، والشهر الماضي كان 7.5%. طبعا والبيانين هم امريكيين. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين الاداء كان ايجابي للامريكي مقابل الين، ولكن على مدار اليوم امبارح بشكل عرضي فشلوا في كسر ال 107 اكتر من 5 مرات، ادي مره والثانيه الثالثه الرابعه الخامسه في خلال يومين فقط تداول. ده بيأكد على قوه وصعوبه منطقه المقاومه ال 107، ولكن مدعم طبعا مدعم من ايجابيه الاستوكستيك الفلات ترند الاي ام اي، ثباته على متوسطات السعريه تقاطعهم الاعلى، ولذلك هو احنا بنميل اكتر لكسر ال 107، ولكن هي خطوه صعبه، ولذلك نتوقع مزيد من الايجابيه بشرط كسر ال 107 فلات عشان يروح ال 147 وراها ال 80، مره ثانيه كسر ال 107 وراها ال 147 وراها ال 80، السيناريو الاخر المعاكس هيتحقق بكسر ال 105.85 عشان يروح لل 30 واخر نقطه عند ال 104.85. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد متابعه الايام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.